راجل في الملعب وبره الملعب ومواقف كلها بتحكي عنه، ما يعرفش يصد حد لكن كله بالأصول. زيزو دمه حامي وفاجئ الكل برد فعله لما حب صاحبه يتصور معاه هو ومراته وبنته، قال له تعال الناحية التانية ما توقفش هنا. فيديو قلب السوشيال ميديا، مش هتصدق اللي عمله. فيديوهات وصور انتشرت للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بعد فوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية واحتفال اللاعب مع أسرته. زيزو عارف حب الجماهير ليه وإن الكل عاوز يتصور معاه. اللاعب كان عاوز ياخد صورة مع مراته وبنته مع كاس البطولة، فعلا وقف يتصور لكن بحسب الفيديو ظهر فيه صاحبه اللي حب يتصور معاهم. طبعا زيزو كان فرحان بصاحبه وعشرة عمره اللي دايما ملازم لزيزو في كل مكان واحتفال بيتدربوا سوا، وقال اتفضل اتصور معانا. لكن صاحب زيزو بتصرف عفوي راح وقف ناحية زوجة لاعب الزمالك، وهنا كان في رد مفاجئ من اللاعب اللي رفض وقوفه جنب زوجته وقال له تعالى جنبي هنا. موقف زيزو مع صاحبه أهلا بالسوشيال ميديا، الكل اتكلم عن شهامة ورجولة زيزو اللي معروف بيها مش بس جوه الملعب لكن كمان بره. لا منه أحرك صاحبه ولا منه سابه يقف جنب زوجته حتى لو كانت صورة عادية. الساعات اللي فاتت شهدت على إشادة كبيرة بموقف زيزو، المتابعين قالوا موقف رجولي. في واحد كان حكالي حكايته إن ده صاحبه من وهم ناشئين ودايما مع بعض في أي حاجة وفي أي ظروف وتقريبا بيعتبره أكتر من أخوه، مع إن ده أقرب حد لزيزو صاحب عمره ومعاه من قبل ما يجي الزمالك، بس دي ملهاش علاقة، زيزو ابن أصول ومتربي لازم يعمل كده. حافظ الله الملك أحمد مصطفى السيد زيزو. الكلام عن موقف زيزو مع صاحبه قارنوا بعض المتابعين طريقة احتفال صلاح في ليلة رحيل ووداعهم للمدرب اللي انقسم عليها رواد التواصل ما بين داعم لصلاح ومنتقد ليه بسبب مشاهد الاحتفال، لكن الجماهير اجمعت ان صلاح ما غلطش في حاجه وان ده امر عادي، خصوصا ان العلاقه بين اللاعب والمدرب علاقه اسريه وبيعتبر صلاح وزوجته زي ولاده بالظبط. من المشاهد اللي خطفت انظار رواد التواصل كانت في لقطه بكاء زيزو بعد الفوز ببطوله الكونفدراليه لما وقع على الارض بعد سافره الحكم، حط ايده على عينيه من كتر الضغط اللي كان فيه ومن فرحته بسعاده جمهور الزمالك اللي كان مالي الاستاد والكل كان بيهتف باسمه. ده غير احتفال زيزو الهستيري وقت ما احمد حمدي جاب هدف التقدم للفارس الابيض واللي ضمن بيه الزمالك الفوز بالبطوله الاغلى للجماهير وللاعيبه. كمان الساعات اللي فاتت كان في بشره خير للجماهير الزملكاويه اعلنها حسين لبيب رئيس الزمالك اللي اكد ان زيزو هيكمل مع الزمالك وانه هيتم تجديد عقده الفتره اللي جايه، وواضح ان حكايه اللاعب مع القلعه البيضاء لسه مكمله وهتكون مليانه بالانتصارات والبطولات.